مساء الخير عليكم البنات الفلاوين، واش راكم لاباس؟ الحمد لله. اليوم جبت لكم حاجه خفيفه تاع عشاء وخفيف، بريك اقتصادي، يعني ما فيش حاجات كبار، ميكروفات ني حتى حاجه. انا واش درت اقتصادي تاع رانا في الحجر الصحي، يعني الانسان ما يحبش يروح البعيد البعيد البعيد، ياكل قيسو بس دراهماتو اللي عنده. فوالا نوريلكم هذا البريك اقتصادي. فوالا واش نديرو، نغلو البطاطا ونعبزوها، نديرو حبه بيض. هاي اللي درت حبه بيض، قلت حتى كي توجدها باش تفكرت، درت هاهي بطاطا، درت معدنوس وحبه بيض. عندي بصل، هاوليك هاو البصل، ندير بصل نقطعو مالغري شويه خشين، معليش هذا يعيطولو بريك اقتصادي، باش يجي البصل كبير باش يجي بنين لداخل. عندي طون، هاوليك عندي طون، هاوليك عندي، نديرو زوج حبات فرماج، نديرو زوج حبات فرماج هاديك، زوج ولا ثلاثة كيما حبيتو، ولا غير زوج حبات بطاطا درت بيهم. هذا يعتبر بريك اقتصادية، زوج درت ثلاثة أنايا، اللي يحب يدير زوج يدير زوج، اللي يحب يدير واحد يدير واحد كيما هو وما قادر تاعو. هادو نزيدو، ما تكتروش الملح باسكو الفرماج مالح شوية، هذا الملح ما هذا الملح ما يتخافوش، ندير شويه على هادو. هادو انا ما عندوش مثلا هيديره يدير في الكحل، هاديك يدير شويه تاع في الكحل، فوالا غير شويه. هذا مكان فوالا، فوالا هذا مكان بريك اقتصادي. باش البصل نقطعو شويه كبير شويه خشين باش يطيب بنه، كيطيب كيكون لداخل. هاي اهو هذا يعيطولو بريك اقتصادي، ما فيهش ميكروفات، ما فيه حتى حاجه تاع اللي تكلف حاجه غاليه ولا تاع قيس الانسان. والله رانا في وقت ما يسمحش واحد يخسر دراهم بزاف ايتو. هاي ليك فوالا، وما نسيت باش نقولكم انا كي نجي نطيبهم نوريكم كيفاش نديرهم. وشيت هادو دي راكليت دو فرماج، هادو دي راكليت دو فرماج، كي نستف هادو كي نعاود نحنق ليهم، تبعوني كي نحنق ليهم وكونوا معايا وتبعوني بطريقه غير بالعقل باش تشوفوني كيفاش ندير بهاد لي راكليت دو فرماج. انا نديرهم وانتوما تبعوني، دوك شويه نقليهم. دوك انا بريباريتهم هادو العشاء، نديرهم العشاء البريك العشاء. فوالا وريت لكم واش فيه، بصل ملح فلفل كحل معدنوس حبه بيض والفرماج. هذا ما كان والطون، نسيت باش نقولكم هاكو شفتو الطون يعطي الريحه تاع الحوت لداخل، ما تكتروش. هذا ما كان البطاطا صغيره ديلكم ديلكم. فوالا هاي لي، ودوك كي نحنقلوها كونوا معايا ما تنساوش تبعوني بالطريقه وتشوفوا. بون هانا دوكا كملناها هذيك لا فارس، دوكا راح نوري لكم كيفاش، قلت لكم نوري لكم كيفاش نقلي البريك. البريك باش نقلي هذه لازمنا ديورت هادو اندستريال، فوالا، ولازم طبسي غامق شويه باش كي ندير البيض ما يروح لا من لا من، يقعد في الوسط. كيفاه هاهي، شوفوا كيفاش ندير، هاهي ندير الحفره هادي هنايا، راكم تشوفوا هاهي الحفره، نحكمو فرماج، ها هو اللي قلت لكم عليه هذا الفرماج، نحطو هكذا، نحكمو البطاطا اللي وريتها لكم فيها الطون كلش، فوالا، نديرو شويه
هريسه ماشي بزاف حكمون زيتون هذا زيتون او بلا عدم هذا ها هو نزيدو نحكمو الفرماج نديرو في لي كوتي لي حاب يدير فرماج في لي كوتي لي حاب ما يديرش كيما يحب هو نحكمو حبة بيضة خصنا ندير الزيت راهي تسخن نسيت مشعلتش عليها راكو تشوفو هاهو هاهي نحكمو حبة بيض ديروها هاهي نحكمو الورقة شوف كيفاش نديرها نزيدو نحكمو الورقة نديرو هكدا نعاودو نرجعو هكدا سال زيت سخن ومن بعد شوفو كيفاش نديرو اوب هاي ليك شوف كيفاش تجي فوالا آه. ها هيك باش يتنقل ها هيك نشعل منا باش تشوفو هاهي شوفو كيفاش يتنقل فوالا ما تكتروش الزيت فوالا ساهل ما سهلة مهلة البريك هذا سهل بريك اقتصادي فوالا نرجعو منا باش تشوفوه برك فوالا نزيدو نحكمو النفخ والورق هادو شابين شوفو فوالا زيدو تشوفو هاي ليك شوفو كيفاش ندير هاهي الورق هاهي باش نحفروها هاهي فوالا دوك الورق كيفاش يطيب فوالا تشوفو مليح فوالا خفبك تحريف لك تنقص النار فوالا ويلك شوف ما تحلت لي ما والو حاجه ما خرجتش منها تجي بنين كل حاجه تجي بنين فيها فوالا تشوفوا كيفاش راني نخدم فيه بريك اقتصادي لازم تحمرش لازم التحميره كل مليح فوالا هاي هاي كيفاش يتحفز شوف شتو فوالا هاي ليك البيض ما سلام لا من فوالا دوك نوريكم كيفاش تحمر البريك هذا فوالا تجي كل محاجب تجي كي حبة تاع المحاجب ما تكثرش الزيت في هذا باش يخطر نزيد حبه وشوفوها كيفاش خرجت لي فوالا شفتوها دوك حتى نوريكم كيفاش طيب على حبه
وهو حطوها هاي بعد هكا كنكمل نعاود نوري لكم ونقول لكم كيفاش طابوا لي وكلش. هاي دوك شويه نعاود لكم هاو البريك تاعي كيفاش طابيتو. هاو ليك فوالا هاهو وريت لكم كيفاش طيبتو. هاهو كيفاش طيبتو يجي كي نحاجب فوالا. هاو ليك شوفوا كيفاش يجي. وهنا درت حبيبات تاع بوريك تاني بالبطاطا حبيبات. انا بتي ما تاكلش البريك تاكل البوريك. هاني درت لها حبيبات في السليله تاعها فوالا. عشاء خفيف هاهو شويه رز وديسير. هذا هو عشاء خفيف. وريت لكم البريك الاقتصادي كيفاش عملته فوالا. ساهل ماهل وتقدروا ديروه في كل وقت. تقدروا ديروه ما يكلفش حاجه كبار. ونقول لكم صحه عشاتكم ونتهلاو في روحكم. انا بخش ان شاء الله نتلاقاو في كاش غوسات جديده نديروها. بقاو عافيه وتصبحوا بخير.